ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. النهارده هنعمل ريفيو مع بعض عن منتج جبته وجربته ليا يومين، عجبني جدا جدا جدا، قلت افيدكم بيه واعمل لكم شرح كامل عنه وعن تجيبه منين وسعره المناسب وكل حاجه. زي ما انتم متعودين معايا لما بعمل ريفيو بقول لكم كل حاجه والسعر المناسب وحجمه وهل فعلا كويس ولا لا. فالمنتج ده بجد عجبني فقلت اجربه معاكم. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو انتي جديده في القناه او بتتفرجي وما اشتركتيش اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اولا في حاجه حابه اقولها، مش عارفه، بصوا الجزء ده باين في الكاميرا كانه وسخ في السجاده، بس هو مش كده خالص، هي الستاند بتاع الموبايل بس مدي ضرر فعامل كانه وسخ. تاني حاجه، انا جربته على ايدي فسبت لكم ايدي التانية بعبالها كده عشان يبان الفرق، فهوريكم ايديا الاتنين كده. بصوا دي اللي عملتها من يومين ودي اللي ما عملتهاش، بصوا الفرق، غمقان وقشور وكل حاجة. دي رايقة شوية لكن دي زي الزفت. شايفين الايد اليمين دي؟ انا ما عملتهاش ما عملتهاش خالص، فقلت اعملها معاكم. لكن دي عملتها من يومين او جربت المنتج عليها، لكن دي بصوا شايفين قشور بقى وجلد ناشف من الشتاء وحاجة اخر غتاتة يعني، وسوري يعني على منظر الاكلادور كده، بس انا طلعت لكم كده يعني. ماشي، مبدئيا ده المنتج، هو مقشر دوخ، هو مكتوب عليه كريم تبييض وازالة القشور من البشرة. هو فعلا بيبيض يعني، بيفتح البشرة وبيشيل الحاجات القشور بقى والوسخ وكده يعني. ده دي العلبة كده، ده شكلها بتبقى من قدام كده ابيض في فترة والحتة دي شفافة، تمام. هي 100 جرام، وبصوا ما فيش منه اصلي ولا مضروب يعني، تمام. هو تبع شركة دوف، انتاجه بيبقى 2021 وانتهايته 2024، يعني صلاحيته 3 سنين، تمام. يعني مش لازم تلاقوه انتاج 21، بس بقول لكم الصلاحية بتبقى 3 سنين. السعر المناسب من 20 ل 30 جنيه، اكتر من كده ما تجيبوهوش. هتلاقوه في الصيدليات وفي محلات الكوزماتكس يعني محلات مستحضرات التجميل، وهتلاقوه كمان في الصيدليات والاونلاين، بس منتشر في الاونلاين اكتر. انا بصراحة ببيع ب25، فبقول لكم السعر بيتراوح من 20 ل 30، يعني ممكن تجيبيه من محلات الجملة ب20، تمام. فده شكله، ويلا نجربه سوا واقول لكم طريقة استعماله وكل حاجة. بصوا هو مبدئيا بيستخدم على الايدين والرجلين الجسم كله، حتى البشرة الوجه يعني، بس بعيد عن العينين عشان بيحرق جامد، تمام. ده شكل العبوة، شفافة كده من جوه، عامل زي الحبيبات، جل بس حبيبات. طريقة استعماله انك بتحطي على الجزء في ايديكي او في رجليكي او كده، وتفركي تفضلي تعملي كده 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 لحد ما الجلد يطلع، بيبقى الجلد بيبان، الكريم بيغير لونه، بيبقى مسود كده ومقرف وحاجة نيلة يعني، هديك هتشوفوا بنفسكم. انا بصراحة جبته من سنتين، كان عندي فرح وكان من المصيف حتت في رجليا سودة، وكنت عايزة حاجة تفتح لي رجليا. منجز جدا انك تبقي طالعة مثلا مشوار تعمليه في 5 دقايق، يعني حاجة بجد عظمة. هوريكو كده، طبعا زي ما قلنا ان في فرق بين دي ودي، دي اهي هحط جزء منها صغنن اهو بالطريقة دي. كل اللي عليكي انك تعملي كده اهو كده في المكان، سواء ايديكي، بشرتك، وجهك، جسمك، رجليكي، اي حتة. سوري على المنظر ده، بس ده شغلي يا جماعة، ان انا سيلر ميك اب وحاجات من دي، فالارواش بقى والحاجات دي بجربها او بصورها يعني. بصوا شايفين، شايفين بدأ يطلع ايه، ولسه اهو بصوا الطين بيطلع هنا وهنا، شايفين. انا وبعمل كده حاسه يعني، حاسه بالحاجه بتطلع قرف. بصوا شايفين اهو،
هجيب منديل مبلل معلش انا عكيت الدنيا، بس الحاجة في التصوير بتتعب، مرهقة، انك بتخافي ان الكاميرا تتهز، بتخافي الاستاند يقع، بتخافي ان الصوت يفصل اي حاجة. الموضوع انك بتعملي لنفسك بيبقى اسهل بكتير، حتى لما بتكوني بتصوري وصفة او بتغسلي مواعين او كده الموضوع صعب. بصوا كمية الوسخ، شايفين كمية القشور والحاجات اللي طلعت مهولة، شايفين الفرق؟ شايفين الحاجات دي كلها طلعت. طبعا لسه الايد عايز تغسل، هنا كانت مكان الدبلة عاملة لي زي قشف وكده، بصوا ونشفة، كانت نعمت خالص البشرة، نعمت خالص، فتحت شوية عن الاول. بصوا بجد حلوة جدا، ناعمة وريحته لطيفة مش وحشة، وسريع، وبجد بيشيل قرف السنين، واديكوا شفتوا وانا بعمل. بجد عجبني جدا وسعره لطيف جدا، يعني 20 جنيه يا جماعة بيطلع لك قرف السنين، منجز جدا لو رايحة مناسبة او فرح او حاجة بتعمليه في ثواني. يعني انتي لو في البانيو قبل ما يعني بتاخدي الشاور تعمليه في دقيقتين في اي مكان في جسمك عايزة تعمليه. تحت الابط فيه غمقان، بيبقى في ناس عندها تحت الابط غامق جدا، فانا بصراحة عجبني وحجمه كبير يقعد معاكي فترة. اتمنى ان يكون الريفيو وفلكوا كل الحاجات عنه، سعره وحجمه وطريقة استعماله، بجد عجبني جدا واتمنى انكم تجربوه. ولو الفيديو عجبكم او الريفيو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتي يعني بتفرجي عليا ليكي فترة، عيب قوي كده انك ما اشتركتيش. ولو انتي جديدة في القناة اشتركي بقى عشان يوصلك ريفيوهاتنا وروتيناتنا وحاجاتنا القمر اللي بنعملها، احنا قناة متنوعة يعني. هتوحشوني جدا جدا جدا، باي باي.